يا ابن صبرة أنا ابن صبرة صبارة شمس الزمان النوارة أنا ابن صبرة صبارة شمس الزمان النوارة وجدي كان شيخ الحارة وأهلي كل المصريين أدي النسب وأدي المعنى وأدي الوداد اللي جمعنا أدي النسب وأدي المعنى وأدي الوداد اللي جمعنا وأدي الحدود اللي تبعنا جايين منين والفين رايحين قالتلي يا حبة عيني يا عزيز على قلبي وعيني قالتلي يا حبة عيني يا عزيز على قلبي وعيني لا تخاف من كائن زيك ولا ترمي الفتنة في حياك لا تخاف من كائن زيك ولا ترمي الفتنة في حياك ولا تطفي عمود النور ولا تشهد كلمة زور والجار الجار الجار لو حتى في قلب النار والجار الجار الجار لو حتى في قلب النار وان شفت غريق محتاج اوعى تخاف الامواج العمر ماهوش عمرين والرزق ماهوش رزقين يا ابن صبرا وديت الصينية ماما لخالتي صبرا. تسلم يا حبيبي. محشي. أم مينا بعت لنا المحشي ده يا أم. أم مينا تسلم إيديها، طول عمرها صاحبة واجب. بقولك إيه يا بطة يا بنتي؟ تعالي يا حبيبتي تكملي الأكل، أحسن رجلي مش شايلاني، عايزة أخش أصحى أبوكي. يلا يلا حاضر. يلا يا حبيبتي. الله انت صاحي يا امين. صدق الله العظيم. ايوه صاحي يا صبرا، ولا شايل الهموم زي حالاتي يجي له نوم؟ ان شاء الله ربنا مش هيجيب هم ابدا، ربنا يفرج الهموم. قادر يا كريم. اللهم امين يا رب يا رب. صدح. امال فين ادم وعامل؟ ادم لسه في كليته وعامل لسه نايم. وفين يحيى؟ بيلعب كوره في الشارع. يا دي كوره، كل يوم لعب كوره يا اخويا؟ ما تسيبه يلعب. فاكر نفسه ابو تريكه ولا ايه يا اخويا؟ اسمع من بقك ربنا ويبقى زي ابو تريكه. قادر يا كريم يا رب. ايوه دلعي انت فيهم كده لحد ما يبوظوا ان شاء الله. يا اخويا تدلعوا في حياتك ان شاء الله. خليك 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 انت. الله العظيم. اهلا يا ساميه. ازيك يا ابو؟ الحمد لله يا بنتي. انت كويس؟ الحمد لله. عامله ايه في الحمل؟ الحمد لله عايشه. ساميه يا حبيبتي. ازيك يا ماما؟ وحشتيني. وانت كمان. سلام حبيبتي.
ازيك يابا؟ الحمد لله يا بنتي. امال فين بطه؟ بطه طالع هناك في المطبخ اغيثونا. طب انا هقوم اشوف الاكل. لا خليكي وانا هشوف. طب انا هصحى عامر بقى. عامر يا عامر. ايوه اصحى بقى، بلاش نومة اهل الكهف دي. ايوه انا بتوضى اهو بتوضى. يلا يا ابن هنا يا كسروا مرسيدس. بتعطيني واجهة المحل دي بكام؟ ولا ده بكام؟ ولا ده؟ اسمين عم تسعد الكورة. تكرى الله مفيش كورة. يلا الكورة دي هتقطع وقتي. معلش والنبي عم تسعد الكورة. مفيش كورة يا ابني. يلا تكرى الله. يلا معلش عم تسعد الكورة. يلا يا ابن هنا هقدر اديك على قفاك. تدي مين على قفاك يا عم انت؟ لا انت ولا 10 ساير. ايه؟ ابوك يحيى بيخانق مع القديس. اتكلم يا ادل يا عم انت. في ايه ده يا يحيى؟ في ايه؟ كوره جت عنده انت سبت له، بيقول لك اديك على قفاه. يعني قال لك انا اسف وتدي له على قفاه؟ ليه؟ اخوه مات روح امك. لا ما ماتش بس هيموت النهارده. ويلا من هنا يا الواد ده لو عدى من قدامك بعد كده وما وقفتش تديله تعظيم سلام هطلع عين اهلك، فاهم؟ ماشي يا ادم. ما خلاص يا ديزي لم نفسك يا جدع، احنا في رمضان وخلي عندك دم. خلاص يا ادم حق عليا. وانت اه لو حد بقى معاك تاني وما خزقتش عينيه هقعدك فوق مع اخواتك مع الحريم، ما تشوفش الشارع ده تاني. عيب عليك يا ابو ادم، انت لو كنت اتاخرت شويه كنت جيت لقيتني معلق على باب المحل. جدع رياضه انت حلو. يلا يا ادم بقى. يلا يا جدعان كل سنه طيبين كل واحد فين. ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ انتوا مش عارفين ان في ناس نايمه ولا ايه؟ خش جوه يا بت. بت اما تبتك بتقولي كده على اساس ايه يعني؟ انا ولا مراتك ولا خطيبتك ولا حتى قاري فتحتك عليا. انا كده بقى يا حبيبتي بغير على اهل حتتي كلهم. خش جوه يا فاروق. حاضر يا ادم يا ابني. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. صمت وافطرت. القهوات بقى عاملين لي فيها بلطجيه. كان مين فيكم سبب الخناقه؟ ادي يحيى. احنا هنستهبل. خلاص يا عم امين صحتك بقى. معلش هو مش هيعمل كده تاني. ما تعملش كده تاني يا ولا. ايوه كلني كلني يا ادم. واكلك ليه يابا بس؟ ما السفره مليانه ايه. انت ما جيتيش تفطري معانا امبارح ليه؟ انت عارفه يا بنتي حمدي ست كبيره وما ينفعش اسيبها. انا ما صدقت اختها جت فقلت اجي افطر معاكم. طب صعبات يا بنت، ما بيتكم ورانا بشارعين. ولا انت عايز عبده جوزك بقى يقول ان احنا ما صدقنا خلصنا منك؟ عبده مالك يا سامي؟ فيك ايه يا حبيبتي؟ مفيش يابا، عبده اتخانق امبارح في ليبيا محبوس من امبارح. ايه؟ محبوس. ربع الفرخه اللي قدامك ده يا صبر. بتقول لك جوزها اتخانق ومحبوس. هات الشوربة دي يا بط. هو اتخانق ليه؟ هو راح يشتغل ولا راح يتخانق؟ ما اعرفش يابا، انا كل اللي اعرفه ان واحد كلمني امبارح في التليفون وقال لي ان عبده عور واحد وبيحققه معاه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وده وقته يا بنتي. انا مش عارفه يا اما اعمل ايه، اجيب فلوس الولاده منين؟ طب وعبده مش عامل حسابه ويبعت لك فلوس؟ كان ناوي بس ما بعتش. ما بعتش ليه ان شاء الله؟ ما اعرفش يابا، انا ما اعرفش حاجه، حتى مش عارفه اوصل له ازاي. الزعل وحش على الحوامل.
كل مولود بيجي برزقه. معلش يا سامي يا حبيبتي، ان شاء الله هتتظبط، بس اهم حاجه دلوقتي نطمن على عبده. ما تقلقيش يا حبيبتي، ان شاء الله كل حاجه تتدبر. ان شاء الله هحاول كده اخش لي الجمعيه وان شاء الله هدبر لك مصاريف الولاد. ما تقلقيش يا حبيبتي. جمعيه؟ هتدفع الجمعيه كل شهر منين ان شاء الله؟ يعني احاول اشتغل كده كام فستان زياده وربنا يسهلها. قول بس انت يا رب. لا اله الا الله، كام فستان زياده ازاي؟ اذا كنت انت مكفيه على المكنه ليل ونهار هتعملي ايه اكتر من انت بتعمليه؟ دي بنتنا برضه يا امين ولازم نقف جنبها. الله، وهي مش لها راجل يقف جنبها ويساعدها؟ ولا احنا مكتوب علينا ان احنا نجهز ونجوز وهم يجيبوا عيال وفي الاخر يقعوا في قربزنا احنا برضه؟ خلاص يا عم امين، في ايه بقى؟ واحد الله. لا اله الا الله يا سيدي، لا اله الا الله. مش كفايه علينا خالك حاطط ايديه في ميه بارده ما ينفعش حتى تمن الربسه اللي بيغسل بيه غياراته؟ رايح فين؟ خلاص. طب كمل فطارك. خلاص نفسي اتسدت. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما تزعليش يا بنت سامي، انت عارفه مفيش اطيب من ابوكي، وعارفه برضه انه بيطلع يطلع يطلع وبعدين ما بيعرفش ينزل. قوم اجيبه انا. اه اوكي يا بنت. يلا استغفر الله العظيم يا رب. بابا كل يا حبيبتي كل. يلا حاجة عندك. العب يا قفا يا قفا يا هفا، هو ده اللي مقطعهم مقطعهم. سيب الله، ولا واحد فيكم بيعرف يلعب. هات الكورة دي، تعال تعال هشوط شوطة واحدة. راحتك يا كبير، ده انت لسه مدي الديسي علقة تمام. انت مين يا؟ بقول لكم ايه؟ مين فيكم بيعرف يقف جون حلو؟ مفيش؟ هشوط شوطة، اللي هيصدها اديله 5 جنيه. انا هقف جوه. يا خمساتك يا ادم. ادم استنى ما تمشيش، عايز اقول لك على حاجة. يا ابن المحظوظة يا سيس. وإيه اللي إس؟ ها مركز؟ مركز. إيه اللي بس؟ أيوة يا أبو أدم. فتحي عنك أنت. طب خيرك يا أدم، ده ما جاتش من اللي واقفين على النواص. تعال قلت الأدب. ربنا يخليك يا حبيب. حدش فيكم كده أنت. فين ده؟ انت كنت فين؟ بص لأم فتحي. هو انا مش قلت لك استناني؟ ايه بنت الشخصية الشرسة دي؟ مش قبل الفطار انت مش جوزي، انت مش خطيبي، مالكش كلمة عليا، وبعدين مالك زي القطر كده. انت هتلبخ ولا ايه؟ مش هلبخ يا عم. ايه؟ انت عايزاني في ايه؟ ما هو انت لو تعرف انا عايزاك في ايه هتقدر. في ايه بقى؟ كل سنة وانت طيب. ده العيد بعد بكرة. ده مش العيد، ده عيد ميلادك. تصدق كنت ناسي يومتي الوحيدة اللي افتكرتي. هو انت ما عندكش نتيجة ولا ايه؟ لا والله. 29/2 اليوم ده انا لا يمكن انساه، ده بيجي مرة كل 4 سنين. ايوه فعلا سنة كبيسة يعني. اهو اليوم الزيادة ده بالنسبة لي احلى يوم. انت بقى ست عيد ميلادك كمان شهرين، ليك عليا اجيب لك حتة هدية بس مش هحرقها لك دلوقتي. ايه ده؟ انت فاكر عيد ميلادي يا ادم؟ عيد ميلادك؟ عيد ميلادك ده يتنسي يا عبيطة؟ وانا انسى برضه سندوتشات المسقعه والمفتقه اللي امك كانت بتعملها لنا. سندوتشات مسقعه ومفتقه ايه؟ هو ده اللي انت فاكره؟ بهزر معاك يا عبيطه. والحلاوه والجبنه الرومي والزيتون. جبت لي ايه بقى؟ تصدق الجاكيت ده اصلي؟ بجد عجبك؟ اه والله. يا رب يطلع مقاسك. هيطلع مقاسي. بعدين انت ذوقك حلو يعني، لازم يعجبني. مقاسي؟ ها هنفع ظابط. ها شكرا يا هنا. وانت بقى بنت مش هنفرح لك بعريس بقى ولا ايه؟ كبرتي كده وحلاوتي وما ينفعش تسابي بقى كل ده. ليك عليا بقى يوم فرحك نزوق لك الفيسبا واديك كوافير بنفسي. طيب يا هنا همشي انا بقى عشان ما اتاخرش على الشغل. بالنسبه للشنطه دي بقى خليها معاك عشان عيد ميلادي الجاي.
خد يا ادم الطلب ده، توصله بسرعه 3 شارع الانوار. ايه 3 شارع الانوار؟ ما تعرفين انا عم عفيف من التوصيله دي ولا لا؟ ده تبع منطقتك يعني، انت لازم توصله. ما المصيبه انه تبع منطقتي ونبع مع عفيف، عارفين انا من التوصيله دي احسن مني. احنا في العشر الاواخر الواحد ما بيبقاش عايز يعني يخرج عن شعوره بقى، انت عارف الدنيا زحمه وكده يعني. ما علاقة العشر الأواخر بالتوصيل يا عم آدم؟ وأنت مال أهلك يا سيرس أنت؟ بقول لك يلا لو ما تظبطتش معايا، شايف السيخ ده؟ معلش يا عم عفيف، كل ده أنا اليومين دول مش عايز أفضل بالكلام. لا يا أدم أنت حساس قوي وكلك شعور. أنت بتاخد رأيي ولا إيه يا عفيفي؟ ما تودي أدي الطلب بدل ما أقطع عنك المرتب. ما تمنع عن المصروف أحسن يا عم مرتضى. آدم معلش وصله عشان خاطري. هوصل الطلب ده عشان خاطرك أنت. الواد ده رخم قوي عفيفي ولا انا بتهيألي؟ ادم دماغه ناشف حبتين بس هو جدع طيب وابن حلال. شافك يا ادم وحشتني. ما تشوفيش وحش يا اختي. ايه انا ما وحشتكش؟ مش قوي، ده كلهم يعني حاجه وعشرين يوم اللي ما شفناش بعض فيه. اخصى عليك ده بدل ما تدخل تونسني في وحدتي. تقطيع يا بيت، ده انا مربيك من ايام ما كان اسمك لبيبه، من ايام ما كنت ساكنه عندنا في الحاره قبل لولوس. خلاص بقى يا ادم، ده كان زمان، ما تفكرنيش. الله، انا دلوقتي لولوس. وبعدين انا مخنوقه اليومين دول، امتى الشهر يخلص بقى وارجع اشتغل تاني؟ ما تقلقيش يا اختي، كلها يومين والعيد يخش وترجعي تشتغلي تاني. خدي بالك. طب بقول لك ايه، ما تيجي تسحر معايا؟ بقول لك ايه، اتمسي وقولي يا ميسا رمضان كريم في العيد. ما تفهمنيش غلط، ده انا نسحر احنا الثلاثه. ثلاثه؟ اه انا وانت والشيطان. بقول لك ايه يا لولوس، ايه هات الطلب ده كده وخش اندهي عشان نمشي. مين ده اللي انده؟ الشيطان. حرام يا عم امين. طبعا يا سيدي. لو سمحت يا عم امين خلصني. فوت علينا بعد العيد اكون رجعت ورقك يا سيدي. يا استاذ امين ربنا يخليك، انا بقى لي شهر رايح جاي عليك علشان خاطر التصريح ده ومفيش فايده. فات الكتير ما بقى الا القليل يا سيد. لحد امتى؟ ده حته التصريح لا راح ولا جاي عشان راجل معوق، هنحط له حديدتين قدام بيته. ودي شويه؟ حدتين هيندقوا في الطريق العام، يعني هيعطلوا الشارع وهيمنعوا اي حد يركب ما بينهم. المفروض ان احنا ناخد اذن من البلديه والمطافي والامن الصناعي. ياه، احنا لازم نستنى الموافقات دي كلها؟ طبعا هي سايبه. طب ايه رايك بقى في اللي بيحط حجر عافيه ومن غير تصريح وبيسد الشارع؟ من غير تصريح يبقى هيتعمل له محضر وهيتعمل مخالفه وهيدفع غرامه، واذا ما دفعش غرامه هتبقى قضيه. انما لو معاه تصريح خلاص هو حر يعمل اللي هو عايزه. المهم يا أستاذ أمين، أنا هاخد التصريح إمتى؟ تسهيل على الله، وكل شيء بثمنه. يا أستاذ أمين، أنتوا كل اللي بتطلبوه مني بدفعه، دمغات ومصاريف ومفيش فايدة. فكر شوية، شغل مخك، يمكن في حاجة ما اندفعتش هي اللي معطلة لك الدنيا. حاجة إيه يا أستاذ أمين؟ أنت كل اللي طلبته مني دفعته. في حاجات ما ينفعش تتقال ولا نقول عليها. قولي كده.
كل سنة وانت طيب. انت طيب يا سيدي بالصحة والسلام. ان شاء الله اجي اخد التصريح امتى؟ وتيجي ليه يا سيد؟ التصريح بتاعك جاهز اهو. الله، يعني مش بعد العيد؟ وبعد العيد ليه؟ ما دام دفعت العيدية يبقى احنا كمان لازم نفرحك ونعيد عليك. الله، طب وتصاريح البلدية والأمن الصناعي و لا 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 لا، دي كلها حاجات روتينية. الكلام ده لما يبقى شارع عام، إنه واضح من الورق بتاعك إنك في شارع جانبي، يعني الحاجات دي كلها مش مهمة. ربنا يخليك لينا يا عم أمين. ويخليكم أنتوا لينا ويرزقكم برزقنا إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مش فاهم يا أستاذ أمين، أنت إزاي بتصلي الفرض الفرض وتبقى على نفسك في الرشوة دي؟ يعني أنت ما بتقبلهاش يا أستاذ سيد؟ أيوه بس أنا ما بصليش. وبعدين مين اللي قال عليها رشوة؟ امال تعتبر ايه؟ دي دمغة نفس عشان الموظف الغلبان اللي زي حالاتي يعرف يعيش ويصرف على عياله. ما هو لما نفسه تبقى مفتوحة مزاجه هيبقى عالي وهيخلص مشاغل الناس. دمغة نفس؟ ايوه دمغة نفس. ولعلمك بقى دي اهم دمغة في الدمغات، والمفروض انها تتحط في الدمغات رسمي، ساعتها الشغل هيمشي زي الفل. دي تعتبر مكافأة للموظف على سرعة تأديته خدماته للمواطنين. وبما ان الحكومة ما بتدفعش الدمغة دي، فالمفروض المواطن هو اللي يدفعها تقديرا لزميله الموظف علشان يمشي له شغله. تصدق معاك حق. اه طبعا. لما نقص شكرا. بابا اتأخر وهيأخرنا كده على المحاضرة. ها سيبك بقى كده وقولي لي، باركت له على عيد ميلاده؟ اه باركت له. ها وقال لك ايه بقى؟ مفيش، شكرني ومشي. شكله بيتكسف يعني. مين ده اللي بيتكسف يا بنتي؟ ادم جريء وب 100 لسان. مش عارفه كده انا بيجي لي احساس انه معجب بيكي بس مش عاوز يتكلم. معجب بيا ايه بس؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ عامه انا حاسه وانا احساسي ما يخيبش ابدا. بطلي التخريف اللي انت بتقوليه يا هبه. انا وادم زي الاخوات متربيين مع بعض، يعني مفيش ما بيننا التخريف ده. طب ما انا متربيه معاكم من زمان وبرضه بيهتم بيك انت زياده. بطلي هبل بقى يا هبه. صباح الخير يا بنات. صباح الخير يا هنور. ازيك يا عم عبيد؟ اه الحمد لله عايشين بنكافح. اتاخرت ليه يا بابا؟ انت كده هتاخرني على المحاضره. لا كله الا المحاضرات. انت عارفه السنه بتوقف عليا بكام؟ طب ايدك على 100 جنيه. 100 جنيه ليه؟ كفى الله الشر. اصل يا بابا في فستان عاجبني قوي وكنت محوشاه له ومش ناقصني غير 100 جنيه. فاضل 100 جنيه ليه؟ امال الفستان ان شاء الله ثمنه كام؟ حوالي 400. ايه ده ليه؟ فستان معمول من الذهب؟ ايه يا عم عبيد، ده في فساتين بتعدي الألف والألفين. الله نبي ياخدك نحطينا بسكاتك بلا تقول دم. يلا يا بابا بقى هات ال 100 جنيه. طب ما تراجع نفسك يعني. اراجع نفسي في ايه يعني؟ دي عندك فساتين كتير، ده انت عندك يجي 5. بقولك ايه يا بابا، ما تخصمهم من مصروفي الشهر الجاي. وما هو من غير ما تقولي هو كده كده كان هيحصل وما لك في كلمه. طب يلا بقى هات ال 100 جنيه. طب اقولك ما تجيب ال 300 اللي انت محوشاهم على ال 100 اللي انا حدهم لك وافتح لك دكتور توفيق. الفستان يعني الفستان. طب ما كفايه 50. بطل بقى حركاتك دي يا بابا. امر لله، ما انت الحيله اللي طلعت بيها من الدنيا. اتفضلي. ايه دول يا بابا؟ مديني 100 جنيه خمسات؟ انت مش هتبطل حركاتك دي. ايوه كل 5 فوق 5 عشان البت اللي معاكي دي واضح ان عينيها مطوره والعين فلتت الهوس. ماشي يا بابا. سلام. 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 سلام يا اختي. انا عارف بنت طالعه ايدها مخرومه لمين، مع ان امها بخيل. سلام. انت عوضوا على تليفون. اخرت ليه يا مرزوق؟ انا دقيقة وكنت ماشية. هعمل ايه بس يا بطة، كنت في الشغل ومش عارف اخلع. طب ما انا رنيت عليك كذا مرة وسمعاك عمال تتكلم مع حد وعمال اقول لك الو الو وما بتردش عليا. اعمل ايه بس، الظابط كان واقف على دماغي ومش عارف ارد، رحت فاتح عليكي وقلت يمكن تسمعني وتفهم. خلاص عديها لك المرة دي. لا قبل ما تعديها في حاجة مهمة قوي عايز اقولها لك. ايه؟ وحشتيني. انت كمان. بجد؟ بس بجد بقى عايز اقولك حاجة بجد بجد قوي يعني المرة دي. ايه؟ بحبك. اشمعنى؟ اشمعنى؟ عشان انت بنت جدعة وبنت راجل. بس كده؟ لا بس كده ايه؟ عشان انت حلوة. حلوة قوي. زي القمر.
واموت فيك. ايه رايكم بقى يا شلمزات في عربيتي الجديده واللون الابيض؟ ايه سبيشال اوردر ما شاء الله يا معلم. مش لسه مغير عربيه الشهر اللي فات؟ كل شهر بتغير عربيه جديده. الله اكبر. في ايه يا عم انت؟ انا العربيات دي هوايتي، وبعدين دي لعبه الكبار. يا عم ده قالوا حراميه ومعاهم فلوس كتير. اللي بيته من ازاز يا حبوب، وبعدين ما انت خالك يعني اكبر حرامي في مصر القديمه. يا عم ده عمي مش خالي، انت هتحور كمان. تصدق ظلمته طلع عمه مش خاله هو. بقول لك ايه، الزبون لسه ما اكتشفش ان انا مونيكا اللي بتشتغل على الانترنت، اوعى تفضحني. ها صحيح يا وليد، انت ابن محظوظه، البت زي القمر انت معلقه على الفيسبوك مونيكا دي، هموت واعرف عاجبها فيك ايه. اوه انت ما شفتش بقى، بتخيل بقى يا ادم، انا بصياعتي وخبرتي والاوبشنز اللي عندي دي مش عارف اعلق بت بوزه زي دي. تعالى مونيكا. مونيكا بقول لك ايه، انت بتعمل معاها حاجه بقى كده ولا كده؟ وصلت لايه يعني؟ الموضوع بقى يعني بقى كتير قوي يعني. فلت. ها فلت منك. كان عندك ميعاد انت معاها بقى، عمال تقول لنا مونيكا الساعه 2. فكرتني، انت فكرتني بالميعاد ده، انا لازم اطير دلوقتي حالا، اللي هي قاعده على نار مستنياني. كنتوا بقى كملوا الحوار بتاع صحابها بقى حماده، صحابها. يلا سلام يا جماعه. شير انت بقى، بس اوعى تخبط في حاجه وانت طاير. نمره ابن اللذين. بقول لكم ايه صحيح؟ ايه يا حبيبي؟ انا مش فاهم اي حاجه من الاستبيان اللي طلب الدكتور ده. ولا حاجه، الدكتور عايزني اعمل استطلاع راي على اكبر مشكله بتقرق المجتمع المصري. اكبر مشكله بتؤرق المجتمع المصري. اهلا بيك، ازيك؟ انا مش عارف بس ايه اللي طلعها في دماغك ان انت تجيبي نظارات النهارده عشان الهاني مون. يا حبيبي انت مش فاهم، هناك الشمس جامده قد ايه. مش عارف ليه محسساني يا نانسي ان احنا هنطلع على الهاني مون ده، نكسر الفيزا بتاعت تايلاند ونعمل هجره غير مشروعه. جو ايه؟ تعالى عايزك. ها حلوه دي؟ حلو. طيب دي برضو حلو. كلهم حلوين يا نانسي. ايه اللي كلهم حلوين؟ انت ايه، مفيش راي خالص كده؟ هو عشان بقول كلهم حلوين يبقى مفيش راي خالص؟ طب ماشي يا ستي، كلهم وحشين كده يا جو. اوكي انا هشتري واحده سودا عشان انت بتكره الاسود. لا نانسي، عشان خاطري بلاش الاسود، عشان خاطري. ايوه كده. استنى بقى عشان عايزك تقيس حاجه. تعملي ايه؟ قيس دي كده. ها حلوه؟ حلوه قوي. حلوه قوي. بحبك يا نانسي. احنا في المحل. اه صحيح. اتفرج على شويه حاجات جوه. مش قادره اصدق انها اخيرا كملت وبجد طالعه تحفه. لا ما خدتيش بالك بقى من السفره، جت واتفرشت اهي. ايه ده، انت حطيتها؟ شفت مكانها هنا احلى ازاي؟ خلاص يا ستي بقى، ما انا حطيتها لك مكان ما انت عايزه. تعالي بس هوريكي حته مفاجاه جامده جدا. طب بالراحه بالراحه. طيب هوريكي حاجه جامده جدا. انت رسمي النهارده. ايه رايك في المفاجاه العظيمه دي؟ مش فاهم، فين المفاجاه؟ ايه الثلاجه؟ ما جبناها وكراتين وبتاع. بجد؟ لا تصدق، مفاجاه رهيبه فعلا. لوحدي. كويس انك عملتها لوحدك، معكش حد يعني. يا بنتي تكسفيني على طول، هتفضلي تكسفيني على طول كده. بقولك ايه؟ ما تيجي نبات هنا النهارده. تلم. طب بوسه. طيب بوسه. تلم يا جو. كلها كام يوم محدش هيقول لي تلم، فاهمه؟ كمان كام يوم، مش دلوقتي. بموت فيك يا نانسي. حلوه التلاجه. ما روح لشغلك ليه يا عامر؟ ماليش نفس اروح النهارده. مالكش نفس يعني ايه؟ هي رحله. يعني هروح اعمل ايه؟ بروح اكل سندوتشات واشرب فشايات وانام على زمايلي، يعني ايه؟ مفيش حاجه مهمه. طيب قول الحمد لله بقى انك انت مش عاطل. انا عاطل برضو، عاطل يا صبره، بس بمرتب. طب احمد ربنا بقى انهم بيدولك مرتب على كده. انا داخل انام، ابقوا صحوني على الفطار يا ابني. انت ما زهقتش نوم؟ يعني عايز انا اعمل ايه يا صبره؟
تشوف لك اي شغلانه بعد الظهر تزود دخلك تضيع وقتك. شغلانه؟ انا فاضل لي 4 سنين وبقى عندي 50 سنه. شغل ايه اللي هيقبلني دلوقتي في السن ده؟ وحتى لو قبلوني عاوزين شهاده خبره صبر. انت عارفه اختي الحكومه ما بتديش خبره. ايوه يا حبيبي، بس يعني ما نفسكش تتجوز وتخلف زي ما خلق ربنا؟ اتجوز؟ انت بتقولي احلام يا صبره. الاحلام دي من كتر ما طولت معايا بقت كوابيس. والله بقت كوابيس يا صبره، بقوم مفزوع منها طول الليل. انا بقوم بلاقي دمعتها على خد مش حاسس بيها. سايق عليك النبى يا صبره، سايق عليك النبى اختي. ما تقلب على ابوها، هبقى كويس، هبقى كويس يا صبره. صباح الخير يا نانسي. صباح النور يا صبري. في راجل اجنبي جوه عجباه قوي الكاوتش البني بس عايز يغير القماش. اوكي تعالي نشوف. سو هبعتي البين باج بتاعت المهندس مصطفى سرور. اوكي. هاي نانسي. ريتشارد. هاف ا سيت بليز. ثانك يو. يو لايك ذا جاليري؟ اتس بيوتيفول. يو ذا مانجر؟ نو اكشلي ام ذا اونر. سو ماي اسيستنت تولد مي ذات يو لايك ذيس كاوتش. I do, but I want a new one because we've sat on this one. I'm just kidding. I like it, maybe a different fabric or color. Okay, may I know the colors of your apartment? Villa, and it's under construction. Really? You know that we also do interior designing? My, that's fantastic. Then I've come to the right place. I don't trust my own taste, only the taste of a woman. Okay, and I would love to help you. Sorry, excuse me. ايوه يا ماما. معلش اصل معايا كلاينت. انا جاية على طول، انا هروح بعد كده. اوكي. اوكي مش هتأخر، يلا. باي. كل سنة طيبين يا رجالة، وعيد سعيد عليكم جميعا يا رب. كل سنة طيب يا فاروق، يا حلوة يا حلوة انتي. كل سنة طيب يا رضا. كل سنة طيب يا حبيبي. كل سنة طيب يا مينا. بالصحة والسلامة يا قلبي. أمك عملت لنا شوية كحك عسل. يا طهور هاتي لنا قصيدة العيد كده بقى. فاكر قصيدة السنة اللي فاتت بتاعت حبيباتي اتشعطت مني. بس بزبتك مش كانت حلوة. كانت حلوة والله. خش بقى على بتاعت السنة دي. عايز تسمع حاجة؟ مصمم. أكتبني وقف لعبة بقى نسمع. مطاطي 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 ونفس مكسورة وراضي إني فيك أعيش. ولو ليا بلد غيرك هسيبك وما تزعليش. مطاطي ونفسي مكسورة وراضي إني فيك أعيش. ولو ليا بلد غيرك هسيبك وما تزعليش. ويمكن في يوم نتقابل وأشوفك زي ما أنا بحلم. ويمكن في يوم نتقابل وأشوفك زي ما أنا بحلم. لكن دلوقتي سامحيني أنا بحلم بلقمة عيش. يا ابن اللذين. ايه ده؟ بطاطي شعرك ريحته وحشة، شعرك ركيك. بطاطك يا راجل يا معفن. مش فاهم قيمة الكلام اللي بيقوله. يلا يا عم قوم استحمى من هنا ولا شوف انت بتعمل ايه. انت عارف يا طاهر احلى حاجة فيك. انت بصني ده وعلي. استنى بس يا جدع. قول يا اخويا احلى حاجة فيك ان الشعر بتاعك سترونج. ربنا يكرمك حبيبي. وفي نفس الوقت ضعيف. This not your problem. دي مشكلتي انا. مشكلتي. خليها على الله يا معلم. خليها على الله. مالك يا ابو ادم ساكت ليه كده في ايه؟ سكت طبعا يا معلم. انت قلبت علينا المواجع في الوقفه.
السنة اللي فاتت كنت عامل قصيدة لحبيبتك، السنة دي شوف انت عاملها ليه. واضح ان احنا كبرنا كده والهم مال حياتنا. احنا ما كبرناش، احنا فهمنا. وكل ما الفهم والوعي جواك يزيد كل ما جواك يزيد الألم. ألم وورقة وكراسة، ايه جو محو الأمية ده؟ أنا غلطان إن قعدت مع عالم جهلة زيكم، جابكم الأرض. اللي قول لي يا آدم، هو مين الراجل ده؟ معرفش، أنا فاكره جاي معاك. معرفش، أنا فاكره جاي معاك. نعم، أنا معرفش، أنا فاكره جاي معاك. مين ده يا حاج؟ معرفش، أنا فاكره معاك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم بارك لي في أولادي وبناتي واصرف عنهم السوء. اللهم بارك لي في آدم ابني، اللهم اكتب له النجاح، اللهم يسر له طريق الفلاح، اللهم اجعله لي خير خلف، واجعله لأمه وأخواته خير سند. اللهم أعد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات. اللهم أعد علينا العيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة برحمتك مع الأبرار يا رب العالمين. اللي قولها عربي، 10 سنين ساكن قدامي ومعرفتش معنى اسمك. عربي انجليزي شقلباز، يعني ايه يا معلم؟ عادي يا جدع، ميضاد الله يرحمه اسمه شقلباز، وشقلباز دي كانت عيله ريتش في وقت الشده، والانجليزي ده بقى اسم الشهره بتاعي. اتمني بشتغل مع الاجانب طول الوقت زي ما انتوا شايفين كده، وسايب العيال وامهم فوق السطوح وانت ناطر وزاوم لوحديهم. الله، ما انا باش اتعب واشتغل واعرف نسوان عشان مين يعني؟ ما هو عشان المدام والاولاد ونعم الشقه. الله، اعمل ايه يا صاحبي؟ المطار يركب الهرد. ايه الهرد؟ الصعب يعني. برضه ما فهمتش، يعني انت شغال ايه؟ انا شغلتي ايزي خالص، اضرب المويل بكين المحزه وبروز السمانه واجي فارد على الشازلونج كده مط. تلقط ايه بقى؟ قلقط النسوان الاجانب من سن 90 كده وانت طالع. 90 وانت طالع؟ طالع فين يا معلم؟ انت كده طالع على القرافة. قلبنا عداد بدري بدري، وكل ما كانت عظمة كبيرة تفرهد وتاكل الطعمة بسرعة. يعني انت من الرجالة اللي بيبيعوا نفسهم عشان خاطر الفلوس. الله ينور عليك. الله، ما هي دي الفرصة يا صاحبي. بس مش دي الفرصة يا صاحبي، الفرصة اللي غنى لها منير وقال عليها ايه؟ الفرصة بنت جميلة راكبة عجلة ببدال. بدال وجدول وجنزير، وطبعا هتطبلوا له. بقول لكم ايه، ما تاخدوني لفه معاكم. ما تخنونيش يا ديسي، ساقك هيخش زي الناس دي كلها. انت مش على راسك ليش يا اخويا؟ لا يا اخويا، على راسي ليش؟ ايه وصاد هيخش اول فار؟ مش هيخش الا في الاصول. بقول لك ايه، الفرن عطل، روح اعملوا حته تانية يا اخويا. يلا. ايه يا فانيليا، وبصيتك على علمني ليا يا فانيليا؟ هي حاليا معفنه عليا الطلاب الثلاثه. اللي الصاج بتاعنا ما دخلش اول صاج تولع لك الفرن وانت في قلبي. ليه؟ علشان الفرن كان مات في يحط ولا ايه؟ اصر يا عم فانيليا، لو كترت في الكلام هشقك. ليه بطيخه قدامك؟ في حاجه يا فانيليا؟ في ايه يا عم فانيليا؟ لا مفيش حاجه يا ادم. لا في ادم مصر يدخل صاج الاول. قلت له ازاي؟ في ناس قبليه، هو انا على راسي ريشه يعني ولا حاجه؟ لا مفيش ريشه ولا حاجه.